ودي الشركة البريطانية شركة ING، شركة طبعا متخصصة باحتفالية الافتتاح والختام، طبعا شركة عالمية معروفة. اليوم زيارتها بعض من كوادر الشركة للوقوف على وتفحص الأماكن الفنية من حيث نصب الكاميرات في ملعب المدينة الرياضية، وكذلك أجهزة الصوت ونصب أو تأمين غرفة البار. طبعا تم تأمين أو الاتفاق على 18 كاميرا على أن توضع في ملعب جذع النخلة، وكذلك في ملعب الميناء نفس العدد. اليوم أمس واليوم كانت زيارة بالملعبين، ملعب المدينة الرياضية النخلة وكذلك ملعب الميناء، وبالتالي خرجوا بانطباع جيد. من خلال الأيام القادمة إن شاء الله سوف يتم تأمين كافة مستلزمات تأمين حفل افتتاح مهرجان حفل افتتاح بطولة خليج 25 مباشرة إن شاء الله في الأيام القادمة، الوقوف على جاهزية الافتتاح لبطولة خليجية 25. هم اليوم هاي اليومين هاي زيارتهم أولية، ونقلوا أو سجلوا كافة الأمور اللي راح يتم مناقشة من قبل شركتهم الموجودة في بريطانيا، وبالتالي سوف يتم تأمين كافة أيضا.